منذ قليل انطلقت المقابلة التي تجمع بين فريق أسود الخبازات وفريق الفتح الرياضي السطاتي بقاع المغطاس بمدينة سطات، بينما الرقم سعود محمد سفيان مهالي وتدخل حارس المرمى كرة معاد السد، ترجع مرة ثانية عدو السد، خباز سديدة قوية من عميد فريق نور الدين الحلاق، وثاني كرة مرتدة عند اللاعبين فتح الرياض والعارضة، نعم كرة كتضرب في العارضة كترجع لاعبين فتح الرياضي سطاتي كيحاول ان يراوها ولكن بعيدة. يوسف كمرة البوهالي وفي العارضة تنوب على حارس الفتح الرياضي سطاتي، ترجع عاوتاني مرتدة للفتح الرياضي سطاتي، سفيان كمرة لها والهدف الأول، نعم الهدف الأول لفريق الفتح الرياضي سطاتي، ومسجل الهدف هو بوكبا، وكتحول النتيجة وكتصبح هدف لفريق الفتح الرياضي سطاتي. لاعب ولكن ما كيتمكنش منها، وترجع مرة ثانية عند أسود الخبازات وبالضبط عند سامي كيسداد، جول وهدف التعادل، والمسجل هو لاعب معاذ المنفذ هو محمد كرم حارس المنتخب الوطني الشبان، سديدة جول مسجل هدف هو محمد كرم، الهدف الثاني هو محمد كرم. إذن كتصبح النتيجة هدفين لفريق الفتح الرياضي السطاتي مقابل هدف واحد لأسود الخبازات. إدار وتصدي جميل من حارس المرمى أسود الخبازات، وترجع كرة مرتدة وهدف تعادل، هدف تعادل مسجل هدف التعادل هو معد. إذن كتصبح النتيجة هدفين مقابل هدفين. دقيقة كرة كمرة لدار كيسجل الهدف الثالث في الوقت الميت من الشوط الأول، وكيعطي تفوق الفريق الفتح الرياضي سطاتي، وكتصبح النتيجة 3-2. ولكن كان خطأ لفائدة أسود الخبازات وعشرة أمتار. محمد كرم برافو محمد كرم، حارس واعد، حارس فريق الفتح الرياضي سطاتي. كنشكر قناة فوز على التغطية هذه اللي داروا لينا، وتسمحوا لي باش تفرج جميع المقابلات، كنشكرهم على المجهودات اللي كيديروا، وشكرا بزاف. كما بان في الماتش راه كان في المتناول، راه انتم عارفين النهار الاول في رمضان وكل شيء، راه ضروري اللي تمشي كون عارف، لكن الحمد لله كورة ما في الاول ما بغاش، ولكن في الاخر راه ابتسمت لينا وكنا 3 بوا الحمد لله. الانتصار هذا كان هدي بعد الدراري اللي تقاتلوا، هذه الروح القتاليه كبيره اللي داروا، وكان هدي جميع القنطريين، وشكرا بزاف.